تسلم صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودية، تسلم رسالة خطية من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. وقام بتسليم الرسالة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال استقبال سموه له في ديوان الوزارة اليوم. وجرى خلال الاستقبال بحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية السعودي.